بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والبتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة، بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلأن الله أمة أسست أساس الظلم والجور، عليكم أهل البيت، ولأن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم المراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولأن الله أمة قتلتكم، ولأن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم، يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولأن الله لزياد وآل مروان، ولأن الله بني أمية قاتبا، ولأن الله ابن مرجانة، ولأن الله عمر ابن سعد، ولأن الله شمرا، ولأن الله أمة الأسرجت وألجمت وتلقبت لقتالك بأبي أنت وأمي، لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك
و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب اثارک مع امام المنصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره یا ابا عبد الله انی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءت ممن قاتلک و نسب لک الحرب و بالبراءت ممن اسس اساس الظلم والجور علیکم و ابرئوا الی الله و الى رسوله ممن اسس اساس ذلك و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و الى اشیائکم برئت الی الله و الیکم منهم و اتقربوا الی الله ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم و بالبراءت من اعدائکم و الناسبین لکم الحرب و بالبراءت من اشیائهم و اتباعهم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم فأسأل الله الذي اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساریکم مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم و اسأل الله بحقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابا به مصیبته مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد
اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لأن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا بأيام حياتي بالبراءة منهم اللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لأن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وصابت على قتله اللهم لأنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولأن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة.